يا صباح الفل ومساء الفل على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. حطيلي لايك للفيديو ده واشتركي في قناتي لو اول مرة بتشوفيني، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. ده روتين الام الحقيقي يا جماعة، بجد روتين الام المجاهدة ليل نهار ومفرهدة من الحر. بشرب قهوتي في وسط الكراكيب دي، بس عادي تصالحت مع نفسي ومع اللي حواليا. ساعتين قلت اروح اصور تيك توك، وفعلا صورت الحمد لله يا جماعة. بحس بانجاز كده رهيب لما اصور تيك توك، لاني ما بصورش كتير خالص، ولا بقيت مهتمية بيه زي الاول ولا اي حاجة. الحمد لله دلوقتي بحاول ان انا اوفق بين تيك توك وانستجرام وفيسبوك ويوتيوب، بس طبعا يوتيوب الاقرب الى قلبي فيهم كلهم. انتوا مش متخيلين بحب اليوتيوب ازاي اصلا، فدي حاجة قريبة من قلبي جدا. مش عارفة مرون فتح الديودرنت ده ولا لأ، لسه ما فتحوش. ماشي، ده بتاع ايفون، بتاع اوريفليم خطير. ده بتاع ايفون وهمي بجد، الرجالي دورتهولكوا قبل كده، بس خليني كده برتبهم كده ترتيب سريع. بصوا الحتة دي فيها تراب، بتاع ده بيريحني لما بمسحه بمنديل جاف زي كده. والله يا جماعة بجد، انما احط يعني سبراي او حاجه في البتاع ده، بحس ان هو بيبقع وما بيدينيش النتيجه الحلوه زي ما ببصه كده بقى بيلمع. وتعالوا بقى احط اي حاجه بحس ان هو مطرب. العكس ده مثلا شايفينه مبقع ازاي من هنا، عشان حاطه منظف. فايه ده ان شاء الله، فانا برضه هعمله كده. المنديل منديل جاف خالص، والله ما في اي حاجه، انا سحبته قدامكم. بصوا كده افضل بكتير يعني. بجد مش عارفه، الواحد لما بيهتم بالحاجه بالزياده بحسها بتتعوج عليه. اللي هو لا بصوا بقى هعمل كده يعني فظيع. لسه فيه برضو التموجات دي بسبب المسحوق بس او المنظف، يعني غريب، حاجات غريبه والله يا جماعه تفهموا لهاش حاجه. حتى الحاجات دي بتطلع عينينا. طلبنا بقى كده وجبة من عند ابن الباشا، بس بصراحة طلعت صغيرة وما شبعناش منها خالص. الوجبة دي تكفي فرد واحد بس عندنا بجد، تشبع كده شبع كامل بجد يعني. شربت بقى نسكافيه تاني يوم الصبح كده يا جماعة، مصورتلكوش حاجة امبارح غير المقطع ده، بس انا بشرب كوباية النسكافيه. وطبعا مشغلين الكرتون لست هانم ايزابيلا، بس ايزابيلا مش بتحب التلفزيون بصراحة قوي، يعني ملهاش في التلفزيون. وكنت مخبيه بقى على جنب كده ازازه المايه بتاعتي، عشان ست هانم ايزابيلا حرفيا يا بتكبها يا بتشرب كتير وبتكبها برضو. بصوا مغلفه بقى الريموت بسبب ايزابيلا، مع ضعضع كل حاجه ومفرتكه كل حاجه. ده سادس ريموت يحصل له نفس الحوادث دي يا جماعه، مش عارفه اروح منها فين بجد. اوضه بس في نسمه هواء تحفه كده داخلالي بصراحه، لطيفه جدا. يعني عايزه اقول لكم ان انا يا جماعه الحمد لله نزلت لكم فيديو امبارح، النهارده مش هينزل فيديو سوري بقى عشان لسه ما كونت لكوش فيديو، بس بكره ان شاء الله ينزل لكم فيديو. يعني تمام، هينزل لكم الفيديو اللي انا بتكلم فيه ده. عايزه اوريكم شكل الدبله من قريب، الكاميرا مبكسله مش عارفه هتعرف تبين كده ولا ايه. شكلها وهي بنات شكلها خطير. اي الخاتم ده مش بتاعي بقى، ده خاتم مرون ماشي، بس انا لابساه وملبسهولي وملبسلي كمان الانسيال ده. تمام، فانا لابساهم تجميد يعني يا جماعه للفلوس يعني مش اكتر يعني. المهم ان انا هشوف هعمل ايه النهارده وابقى اقول لكم يعني اوريكم. بس عامه انا عملت كل حاجه في الشقه من غيركم، يعني انا غسلت المواعين ووضبت الشقه كلها يا جماعه، فاضل لي بس تغيير الملايات. وده مش عارفه برضو هشاركه معاكم ولا لا، بس الملايات محتاجه تتغير في اسرع وقت ممكن. ان والله الملايات ما بقتش تقعد معايا يومين يا جماعه، انا غيرتها 600 مره، بس انا ما بشاركش معاكم، ببقى عايزه اخلص. والحر والفرادة بيخلوني اقلب على طول، يعني انا عايزه اخلص اللي ورايا، فبكون اللي قدامي بقى تك 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 عايز يتعمل وخلاص بسرعه بقى. انا ما مش مستحمله ان انا اقعد اصور وافتح الكاميرا واظبط كادرات ومش عارفه ايه وكلام من ده. فاعذروني بقى لو انا بتاخر عليكم في الفيديوز الفتره دي، بس الحر مخليني بجد مفرهده جدا. يعني انا بقى مرون جاب لي كده واحده باليت بامبرز عشان خاطر ايزابيلا خلاص كانت شطبت عليها. دي يا جماعه فيها 64 قطعه، بصراحه بيقعدوا معايا فتره محترمه يعني، حلوه جدا بجد. واتفرجت بقى يا جماعه على الفيلم بتاع شاهد كابور ده، بجد الفيلم خطير خطير خطير، بس ما اتفرجتش عليه كامل كده، خدت مقاطع منه كده بس. امر بيحب افلام شاهد كابور زي بجد، افلام شاهد كابور قادره انها بجد تغير المود بتاعي 180 درجه، بحبها جدا. والفيلم بتاع امبارح ده كان فيري رومانتك،
اللي مش عارفة يعني بيتكلم عن بنوتة كانت عايشة مع عمها عشان باباها ومامتها متوفيين، اتجوزت زي جواز صالونات بس اتقلبت لحب، حب كبير بقى كمان، مغامرات بقى حاجات بتحصل مش عايزة احرق لكم، بس احرق لكم النهاية. هي هتتحرق، جسمها يتحرق، فطبعا يعني هتكون خايفة تتجوز، بس شاهد كبور الشهم طبعا القمر يعني هيقول لها خلاص انا هتجوزك كده، يعني تخيلوا العسل. اول مرة اصحى الاقي قماشة من قماشات المطبخ ناشفة، very fantastic. المهم هنعمله الفطور فايش بس طري، يعني يعتبر عيش مش فايش، اكيد انتم متوقعين بيض يعني مثلا، يعني هفطر حاجة مثلا يعني. امال ايه عندنا كمان؟ لبن، نسكافيه بلاك، وخيار. الخيار ده انا هاخد منه واحدة وبخبيها كده في جيبي عشان اعرف افطر بيها، عشان طول ما هو قدام ايزابيلا، ايزابيلا مش بتحل، مع اني بديها والله معاها واحدة في ايديها دلوقتي، بس هي مش هتحل، هتفضل تكون عايزة كل الدقيقتين. انا دلوقتي بشيل الخضار زي ما هو بالكيسة كده جوه علبة في التلاجة زي ما هو كده، بحطه في كيسته. خلصت بقى البيض كده وكان شكله تحفة وطعمه اتحف بكتير يعني يا جماعة، بجد كان طعمه خطير خطير خطير، تحفة كده بالفيش. جي بقى يا جماعة لفقرة المواعين وكلامنا النهاردة، ازاي ما تزهقيش من بيتك. في اسئلة كتير كتلي ان احنا بنزهق من بيوتنا، بنتخنق منها، مش بنحب نقعد فيها، البيت شكله بقى روتيني قوي، البيت ما بقاش زي ما انا عايزة، حاسة ان انا مش عروسة، حاسة ان بيتي قديم، حاسة ان الناس اللي حواليا كلها بيوتها حلوة الا انا. بصي يا ستي، بقى يا ستي، اول حاجة الرضا، لازم ترضي باللي عندك ولازم ترضي ببيتك ولازم تحبيه من كل قلبك ومن كل فكرك طبعا، عشان تكوني راضية ان انتي تقعدي فيه وعشان تكوني متقبلة شكله لازم ترضي. ماشي، في ناس كتير قوي عندها حاجات مش عندنا، انا بتفق معاكي، بس معنى كده ان انتي خلاص يعني ما ترضيش او تقولي ايه ده، طب ما انتي عندك حاجات كتير مش عند الناس دي، وهكذا. كل واحد واخد ال 24 ايراد بتوعه. فبنيجي بقى من الناحية العملية، دي من الناحية الدينية والناحية النفسية، نيجي بقى من الناحية العملية، حاولي جددي في بيتك بأقل التكاليف. تقدري ان انتي تجيبي رول ابيض زي اللي انا حاطاه ده، ده بيتباع عندي، انا ببيعه بجد خطير، وهجيبه في المشتريات الجاية وهوريه لكم، ما بيقشرش ولا بيحصل له حاجة. تقدري تجيبي الرول الحجري برضو ده زي اللي عندي بالظبط، انا ببيعه برضو يا جماعة، اسعاره حلوة جدا جدا وخطير. تقدري تجيبي رفايع بسيطة جدا تجددي في بيتك، تقدري ان انتي تجيبي جهاز جديد تحوشي له مثلا وتجيبي جهاز جديد، هتحسي بتميز وهتحسي ان انتي الوحيدة اللي عندك الجهاز ده بالشكل ده، هتلاقي الناس تانية عندها نفس الجهاز بس ببراندات تانية باشكال مختلفة، انتي اللي هيكون عندك حاجة مميزة لو انتي عايزة الموضوع ده. تمام، حتى لو انتي مش مميزة بس حققتي حاجة وجبتي حاجة. في حاجة مثلا انت نفسك فيها زي مثلا مكنسة كهرباء تكون حديثة، اغسالة اطباق، تكييف مثلا، مثلا كاتل. في ناس على فكرة ما عندهاش كاتل، اه يا جماعة في ناس ما عندهاش كاتل، عادي جدا تقدري ان انت تحوشي وتجيبيه عادي. بصي، تقدري ان انت تجيبي اي حاجة لو انت فضلتي حطاها في دماغك كده وفضلتي وراها لحد ما تحققيها. لازم ترضي ولازم تجددي، ما انت ما تبقيش سايبه بيتك كده من غير ولا اي حاجه وفي الاخر تقولي انا حاسه ان هو مش حلو. طب ما تعملي حاجه، اشتري حتى طفايه، عارفه لو اشتريتي طفايه صغيره هتفرق في نفسيتك 180 درجه. اي حاجه انت بتجدديها، اي حاجه انت بتشتريها، اي حاجه بتعمليها في البيت بتفرق في نفسيتك انت اولا، ثم افراد البيت التانيين سواء عيالك بقى او جوزك وكده، بتفرق في نفسيتهم برضو بس بتفرق في نفسيتك انت اكتر، لان انت اكتر حد قاعد في البيت، اكتر حد بينظف، اكتر حد قاعد في المطبخ. خاصه المطبخ يا جماعه لازم يكون شيك كده ويكون في حاجات جديده دايما، ويكون في ادوات جديده تسهل عليك دنيتك، ويكون في حاجات حلوه. الصاله، الواجهه بتاعتك، اول ما حد يدخل لك كده يشوف حاجات شيك كده، يشوف حاجات بتلمع كده، يشوف حاجات بتغري العين، الحاجات دي كلها بجد يا جماعه بتكون خطيره. خليكي ورا حلمك، ورا هدفك، ورا اللي انت عايزاه، حوشي وهاتي كل اللي نفسك فيه، مش عيب ولا حرام. الحلم العيب والحرام هو انك ما ترضيش باللي عندك، وهو انك تبصي في اللي عند غيرك وتحسديه او تقولي ده ايه ده، ده عايش عنده كل حاجه، ما يمكن ما عندوش يعني ربع الحاجات اللي عندك على فكره، بس عنده حاجات تانية او ربنا معوضه في حاجات تانية، زي مثلا بيته ان هو حلو، بيت مثلا شيك، عادي جدا تقدري ان انت تعملي كده باقل التكاليف بتاعتك. حافظي شويه على فلوسك مثلا، ان انت تضيعيها مثلا على ميك اب وحاجات ملهاش اي لازمه، ضيعيها على سكين كير، هير كير، بودي كير، رفيع في بيتك، لبس كده يكون شيك، ما تجيبيش لبس برضو على عمال على بطال كده، شوفي انت ايه اللي انت محتاجاه وجيبي اهلكي لبسك وبعد كده اشتري لبس جديد. فانت
مش هتفضلي بقى تجيبي لبس وخلاص وتحوشي في لبس وخلاص. جماعه انتوا لو سامعين دوشه الجيران عمالين يتعاركوا، انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اروح فين بجد والله العظيم. المهم هنا بقى يا جماعه كده بعد ما غسلت المواعين خدت كده المروحه بتاعتي، بدات ان انا انضفها كويس جدا. إيه نضفتها كده بالميه الجزء الخارجي، انما الجزء الداخلي والريش وكده نضفتها بالوايبس دي. بصوا بقى بعد ما خلصتها شكلها بقى شيك ازاي، بجد بقت تحفه كده، والهواء طالع كده نقي، تحس ان الهواء كده طالع بيسلم عليكي. بصوا عارفين اني ما بنزلش فيديوهات يا جماعه عشان الدوشه محصراني everywhere، ايزابيلا بتصوت وهنا جيران والمواصلات، بجد معذره على اي صوت بتسمعوه. المهم بقى ان انا خدت كده الملايه يا جماعه بتاعه اوضه الاطفال عشان اغيرها، لانها بقى لها يومين زي ما قلت لكم امبارح انا محتاجه ان انا اغيرها، وبالفعل انا غيرتها حطيت كده دي، وايزابيلا ما كانتش راضيه تمشي عشان اصور الملايه فصورتها بيها بقى يا جماعه. I am very sorry. طبعا انتوا سامعين صوت ايزابيلا، انا متاسفه جدا مش عارفه اعمل لها ايه بجد. دي كده كوبايه النسكافيه بتاعتي اخدتها كده على الصبح، على الرغم من كل اللي انا فيه والله العظيم الجيران بتوعي يا جماعه ما بيبطلوا خناق، والله العظيم ما بيبطلوا خناق بجد، ناس غريبه والله العظيم يا جماعه انا مش عارفه اعمل ايه. المهم بقى خدت كده الفيتامينز بتاعتي دي، زي ما انتم شايفين موطيه صوتي عشان اسمح لهم ان هم يتعاركوا يا جماعه. والله خدت الفيتامين بتاعي وخدت كده برضو بذور الكتان والسمس، وخدت بذور الشيا كده حطيتها هي والجيلاتين في الازازه دي. بصوا بقى يا جماعه النور قاطع، فقلت كده هعمل كوبايه شاي بالنعناع، حطيت نعناع انا سيباه في الثلاجه، وسكر كده وشاي انا ما بحبوش خفيف ولا تقيل، بحبه اللي هو متوسط يعني، وهشطف دي دلوقتي كده معاكم سايبه بس الميه تغلي. انا بحب الشاي بالميه يا جماعه المغليه على البوتاجاز احسن مليون مره من الكاتل يعني بكتير. شافت المواعين دي لازم نحافظ على نظافتها اول باول على فكره، عشان ما تعملش مثلا ميه ريحتها وحشه او كده، اي فرافيت عيش اي حاجه بتقع عليها يعني على طول بشطفها. زي ما انتم شايفين دي الرخامه الوحيده اللي عندي، ما عنديش رخامه تانية خالص، بس زي ما انتم شايفين فدي الرخامه الوحيده اللي عندي، فبحافظ دايما شكلها يكون حلو دايما تكون فاضيه كده فاهمين كده يعني. ف انا دلوقتي هسجل لكم الفيديو ده واخلص المونتاج بتاعه وانزله لكم وظبطه كده، عشان النهارده يعني يكون في فيديو نزل ما منزلش. بس عايزه اعدل دي كده كسرت منها حته، تمام دي كده عايزه اعدلها برده. قطعت بيتزا دي يا جماعه اللي مش عارف يعني مفيش حاجه ابدا تبقى مثاليه كده. الساعة دلوقتي 5 وفضل ساعة والنور يجي، يعني يا رب يعدي الفترة دي بقى على خير عشان الواحد خلاص اتكتم يا جماعة والله كتم. تمام كده عملته اهو، هاخده بقى يعني لا انا هسيبه شوية يا جماعة يبرد وبعد كده باخده عشان هو بيغلي. النعناع بجد بيظبط الدماغ جدا وبيهدي الأعصاب، من الحاجات بصراحة الخطيرة يعني.